الإمارات خذت على عاتقها مسؤولية كبيرة في خدمة اللاجئين السوريين من بداية الأزمة إلى يومنا هذا. طبعا ما يخفى عليكم أن المنطقة تمر بظروف مناخية صعبة جدا، يعني خاصة الشتاء قارص جدا عندهم، ومعظم السكان غير اللي مساكنين في المخيمات طبعا اللي تأويهم من الدفا نوعا ما حكم المنظمات متواجدة فيها، هناك خيام عشوائية منتشرة في أطراف المدن وعلى الحدود. طبعا دولة الإمارات والفريق هيئة الهلال الأحمر المتواجدين بشكل قوي لتوصيل كل للوقوف على هالعوائل والنظر في احتياجاتهم وشو طبعا اللي يحتاجونه من أغذية، من مواد تدفئة، من بطانيات وغيرها من المستلزمات. طبعا هي مسؤولية كبيرة، احنا يمكن اليوم ما نقدر يعني نحل المشكلة لكن نقدر نخفف عنهم بشكل كبير، واعتقد الإمارات قطعت شوط كبير في الجانب هذا. ترانا هناكم اليوم حياكم الله، جزاكم الله ألف خير.